تابع معكم مشاهدينا هذه الصور الأولية لهذه البناية التي شب فيها الحريق في الكويت. حسب مراسلنا حتى اللحظة الحديث عن 35 حالة وفاة على الأقل في هذا الحريق الذي شب في بناية في الكويت. ينضم إلينا الآن مراسلنا سعد العنازي ليوفينا بالمزيد من التفاصيل. سعد، ما هي المعلومات المتوفرة حتى اللحظة حول هذا الحريق؟ نعم، طبقا لمسؤول أمني في وزارة الداخلية فقد أكد لنا بأن عدد الوفيات 35 على الأقل. هناك حالات حرجة نقلت إلى المستشفيات، 34 حالة حرجة نقلت إلى مستشفيات متفرقة في الكويت لمحاولة علاجها في هذه الفترة. لا يعرف سبب الحريق، ربما يكون هناك يعني التماس كهربائي، ربما تكون أسباب أخرى، ولكن في المحصلة الأولى يعني هناك 35 حالة وفاة على الأقل طبقا لمسؤول أمني في وزارة الداخلية الكويتية. هذا طبعا ربما يكون أحد أسوأ يعني حالات الحرائق في ربما في تاريخ الكويت، ربما في سنوات. لا أحد يعرف ما السبب، والآن فرق الإطفاء وفرق الإسعاف وغيرها تعمل منذ أكثر من ساعتين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجرحى أو من الذين تعرضوا لحالات حروق شديدة في هذه البناية. طب سعد، ما هي المعلومات المتوفرة حول هذه البناية؟ موقعها، هل هي يعني بناية سكنية؟ من يعني من سكان هذه البناية؟ المنطقة؟ نعم، هي المنطقة منطقة المنقف، موجودة في جنوب الكويت. وهذه العمارات يعني العادة فيها خليط، يعني بعض العمارات فيها خليط، ربما يكون تسكنها عمالة بسيطة، وبعض العمارات فيها خليط من الأسر وأيضا ربما بعض العمال، ولكن لم يتضح بعد من هم هؤلاء الذين يسكنون هذه العمارة بالضبط. يعني أحب التأكد قبل أن يعني أؤكد لك يعني من هم الذين كانوا في العمارة أو نوع السكان الذين كانوا يسكنون في هذه العمارة، ولكن العمارات في الكويت هي عمارات متقاربة، بعضها مخصص للعمارة البسيطة وبعضها فيها تسكنها أسر مختلفة من جنسيات مختلفة. إلى الآن هذه المعلومات لم تتوفر لدينا، في حال توفرها والتأكد منها سوف نبلغكم يعني، ولكن هذه العمارة والعمارات هذه العادة في فصل الصيف الحار هو ربما هناك تحدث يعني شورت كهربائي أو ما شابه ذلك بسبب الأحمال الهائلة على الكهرباء في هذه الفترة. نحن أيضا نتابع معك سعد الآن صور قبل قليل، ربما هي الصور الأولية للحظة ربما اندلاع هذه النيران، هذا الحريق في هذا المبنى. من هذه الصور لربما نستطيع أن نقول بأن هذه البناية يعني تتكون على الأقل من 5 طوابق. هناك دخان أسود كثيف يتصاعد من هذه البناية. نتساءل لماذا؟ هل هناك أي معلومات الآن سعد إن تم السيطرة على الحريق أم لا؟ لم تأتينا معلومات بعد عن إذا تمت السيطرة بشكل كامل على الحريق، إنه يعني ننتظر إدارة الإطفاء التي تتعامل مع الحريق بشكل مباشر. الدخان يعني ربما يفسر بأكثر من طريقة ولأكثر من سبب، يعني ربما تكون هناك أثاث، ربما تكون هناك أمور بلاستيكية أو أمور يعني شديدة الاحتراق وغيرها يعني تنتج هذا النوع من الدخان. ولكن هذه العمارات إذا كانت هناك حرائق فالدخان الذي ينتج عنها دخان أسود بسبب احتراق يعني الأثاث، والأثاث من القماش وغيره ينتج هذا النوع من الدخان. ما زالت قوة الإطفاء لم تبلغنا بعد بأنها قد سيطرت بالكامل على الحريق، ولكن هناك انتشال كما قلت ل4 حالات وفاة في المرحلة الأولى، ثم ارتفعت حالات الوفيات ونقلت إلى منطقة أخرى في الكويت للأدلة الجنائية قريب من مطار الكويت. 35 حالة تم تأكيدها طبقا للمصدر الأمني الكويتي، وهناك حالات إصابات وحروق نقلت
إلى 6 مستشفيات في أرجاء الكويت المختلفة. يبدو بأن هناك بيان كان صدر من قبل وزارة الصحة الكويتية بشأن التعامل مع هذا الحريق، سواء كان ضمن إطار الحالات الحرجة وحتى الوفيات، وأنه تم توزيع المصابين على مستشفيات عدة. هل من تفاصيل معك سعد حول ما جاء تحديدا في هذا البيان الصادر عن وزارة الصحة الكويتية؟ نعم، هذا بيان أول يتحدث عن فقط 4 وفيات جراء الحريق الذي حدث في بناية في منطقة المنقف، ووزارة الصحة تقول أن تم توزيع المصابين على عدة مستشفيات في البلاد بواقع 21 حالة في مستشفى العدان وهو جنوب الكويت، و6 حالات في مستشفى الفروانية قريب من مدينة الكويت، وحالة واحدة في مستشفى الأميري، و11 حالة في مستشفى مبارك، و4 حالات في مستشفى جابر لتقديم العلاج. وأن طبعا الوزارة تقول أن سائر الفرق الطبية تبذل كافة جهودها اللازمة لتقديم رعاية وعناية صحية الفائقة والعاجلة للمصابين. فهذا بيان وزارة الصحة، ولكن هذا البيان طبعا قديم، يعني الآن هناك تطور في عدد حالات الوفيات. طب هل هناك أي أرقام حول عدد المصابين أيضا سعد؟ المصابين كما قالت وزارة الصحة 43 يعني حصيلة مبدئية، ولكن من بين هؤلاء 43 هناك أعتقد هناك يعني 31 يعني آسف 31 منهم قد لاقوا حتفهم. هل هناك إصابات أخرى؟ لا نعرف بعد. فقط دعني أذكر من المعلومات قبل. صحيح، هي كلها معلومات أولية في انتظار ربما أيضا تحديثات من قبل وزارة الصحة حول عدد الوفيات وأيضا الإصابات. دعني فقط أنوه بأننا نتابع الصور الأولى وقبل قليل لهذا الحريق الذي شب في بناية في الكويت، تحديدا بناية المنقف. شكرا لك مراسلنا سعد العنيزي، كنت معنا عبر الهاتف. بكل تأكيد سأكون في متابعة لكل التطورات المتعلقة بهذا الحريق.